طلبتني يا شيخ. هي هيا الله طلق، اجلس تقعد قبل اقول لك اقعد. ما تفهم انت؟ انا الشيخ ضاوي. الا انت قل لي يا شيخ. اي واعذرني على السؤال. اي انت ضاوي ولا ضاري؟ انا ضاوي على الخير ضاري على الشر. تعرف لي العربان كلها تعرفني. انت اللي قل لي وش موضوعك مع سلمى اخت مفلح؟ يا شيخ انت قد سمعت بعنتر وحبه العبله؟ اي والله لخلي العربان كلها تحكي عن قصه طلق وحبه لسلمى. بس عنتر فارس طحطوح وانت كلب النبوح، وش دخلك انت بعنتر وفحوله عنتر وطخطوخه عنتر؟ اسمع، قل القصيده اللي قلتها في سلمى اخت مفلح وتناقلوها العربان في كل شق. اقول يا شيخ وتعطيني الامان؟ اي اعطيك الامان. يقول طلق في حب سلمى، اي عيونها اي كم عيون الضبي. اي الضبي. وخشمها الله. وخشمها اي وخشمها. اخلص علينا، اخلص علينا لا شك خشمك، اخلص. وخشمها وخشمها كما سلت السيف. اي وبراطمها الله. وبراطمها. اقول اخلص علينا لا ارفسك وافقع براطمك، اخلص علينا. براطمها كما جمر يلظى لظي. لظي. وقوامها اي قوامها الله مدري كيف. يا ولد هذا الوصف كني اعرفه، هذا كله وصف بنتي تلعى. لله لله، ما هو وصف تلعى، هذا وصف سلمى. اقول لك ذا وصف تلعى، هي اللي خشمها كنه سلة السيف، هذا طوله خشمها، خشم بنتي تلعى. وقوامها مدري كيف. انت شفت بنتي تلعى؟ لله يا شيخ ما شفتها. شفت سلمى؟ لله ما شفتها. اجل من وين لك ذا الوصف يا ولد؟ يا ولد ذا وصف بنتي تلعى. طيب وايش تريد مني يا شيخ؟ يا طلق، يوم انك تحب بنتي تلعى وراك ما جيت وقلت لي واعترفت. الحب ما منه خوف. وانت وش علامك يا شيخ؟ كل ما جاك واحد تنشبه بتلعى. يعني ما تبي تلعى؟ لله ما ابي غير سلمى. عدل اسمع، ابيك تكتب لي قصيده مثل اللي كتبتها في سلمى اخت مفلح. ابي الخطاطيب يوقفون على خيمتي سرع. ولو سويتها يا شيخ وش لي منك؟ اسمع، ابى اعطيك عطيه ما من وراها جزيه. وش هي يا شيخ؟ ابى اعطيك بنتي تلعى حليله لك، حليله لك، عطيه ما من وراها جزيه. تكتب في سلمى وما تكتب في تلعى. اضرب. تكتب في سلمى ولا تكتب في تلعى.